السلام عليكم ولادي تلاميذ السنه الثانيه متوسط. اليوم ان شاء الله بفضل الله تعالى ومنه وكرمه غادي ندير معكم هذا التاسك 13. بسم الله على بركه الله نبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بون قال لك هنايا I listen to Sami and Rashid are chatting and I complete the first part of their conversation. قال لك نسمعوا بين لا كونفرساسيون اللي صرات بين الحوار الذي جرى بين سامي ورشيد كي كانوا يهضروا ونكومبليتيو هذا ونعمروا هذا كيسموه الكونفرساسيون تاعنا. اوكي نعاود نقرا لكم لا كونفرساسيون اللي ما تبعوش معايا. ها هي دي لا كونفرساسيون، نعاود نقراها لكم ولادي في الاعاده افاده. بسم الله. I listened to Sami and Rashid chatting about their weekend on Sunday morning during the break. نسمعوا لا كونفرساسيون اللي جرات بين سامي ورشيد يهضروا في على الويكند تاعهم نهار السبت الصباح في وقت الاستراحة. رشيد هاي هاي سامي، مرحبا سامي. How was your weekend؟ كيف كان عطلة نهاية الأسبوع تاعك؟ سامي قال له هاي رشيد، مرحبا رشيد. Don't ask me about my weekend. It was awful. قال له ما تهضرليش حنبوك على الويكند تاعي، كان سيء. رشيد قال له واي علاه؟ سامي قال له well I like swimming. أنا نبغي قال له حسنا انا احب السباحه. I go to the swimming pool. رحت للحمام السباحه ولا لا بيسين. I go انا ماشي I went ماشي رحت. قال I go انا كل نهار السبت نروح للحمام سباحه لا بيسين afternoon في Saturday afternoon يعني نهار السبت العشيه. But I spent this weekend at home. ولكني قضيت هذا الويكند في الدار. Doing nothing interesting. ما ندير حتى حاجه مهمه. Because there is a problem with the hot water. قال لك باسكو كان كاين بروبليم في الماء الساخن. واه at the pool في الحمام سباحة. And how was your weekend؟ وانت يا ماذا عن الويكند تاعك؟ رشيد قال له رشيد it was fine كان جيدا. A football match with my mates on Friday morning. قال له درنا لعبنا ماتش تاع بولا انا وصحابي mates هما صحابي في نهار الجمعة الصباح. As usual and كما العادة. As usual يعني كما العادة. And judo training in the afternoon. ولعبت الجيدو ترينيت الجيدو في العشية هذه الجمعة Friday. Sami so you do judo. يا دير جيدو. Can you use judo draw on me؟ نجم توري لي حزمة حركة تاع جيدو ولا تدير حركة ليا. Of course قالها رشيد of course I can قالها بالطبع نجم نقدر. I can knock you down in 2 seconds. نجم نطيحك في الارض في زوج نضربك يعني نضربك نطيحك في الارض في زوج ثواني. I'm a green belt انا عندي حزام اخضر in judo في الجيدو. You know هل تعلم؟ سامي قالها well هاي تبان قال له well وراهي well I don't like this kind of sport. قال له ما نبغيش هذا النوع تاع السبور صحيح. It doesn't mean ما يعنينيش. I'm not sporty ما سيبورتيش هذا النوع تاع سبور. I like swimming نبغي السباحة. And I am also a fan أنا أيضا معجب of cycling ركوب الدراجة. And the tennis رياضة التنس. I love bikes نبغي الدراجات. Cycling is my favorite weekend activities. كيسمو ركوب الدراجة هي الحاجة المفضلة activity النشاط المفضل عندي في الويكند كاند. يبغي ركوب الدراجة. رشيد what about the weekdays؟ ماذا عن weekdays يعني أيام الأسبوع؟ what do you do؟ شدير؟ قال سامي nothing much قال ماشي حاجة زعما مهمة except the daily routine ما عاد الروتين اليومي تاعي. school every day كل يوم المدرسة mornings and afternoon صباح وعشية. after school it's homework مور المدرسة دير الواجبات تاعك المنزلية as usual كما العادة. يا الله يا كريم كما العادة. قال له after dinner واه
وراي تشوف واه هاي تبان. افتر دينر مور العشاء ات از تايم تو جو تو بيد، نروح نيشان للسرير تاعي. اون تيزداي افترنون نهار ثلاثة العشيه اي بلاي تنس، نروح نلعب تنس. اي هاف تريننج سيشنز افري تيزداي، عندي لي زونترينمون كل نهار ثلاثة. ويل حسنا ذات از ات، هذه هي. رشيد قال له اوه ذا سكول بيلز رينجينغ، قال له جرس المدرسه راهي رن. اي سوني ات از تايم فور كلاس ليتس جو، الوقت تاع الكلاسه باش ندخلوا كلاسه. ايا نروحوا هذه باش نديروا هذا التاسك. صاي انتم ما تنجموا ديروها كي تشوفوا لا كونفرساسيون. هنا اش قال له؟ هاي سامي هاو واز. ايا حبسوا انتم الفيديو وديروا وبعد ديروا التصحيح معايا، حبسوا الفيديو وتشوفوني كيفاش قريت باش ديروا نتوما وحدكم. سي بون. هاي سامي هاو واز، شنو ديروا؟ هاو واز يور ويكاند. سامي قال لها هاي رشيد دونت، اش قال له؟ حبك ما تسقسينيش، دونت اسك مي، اسك يعني تسقسيني، دونت اسك مي اباوت ماي ويكاند ات واز اوفل، كان سيء. قال له رشيد واي علاه؟ سامي قال له ويل حسنا اي شي يبغي هو، اي لايك swimming I go to the swimming pool، رحت للحمام سباحة. نروح I go to the swimming pool متى؟ Saturday يعني every Saturday نيشان every Saturday afternoon but I spend this weekend at home doing شوالا شغلة doing nothing حتى حاجة ما مهمة nothing لا شيء nothing nothing interesting حتى حاجة ما مهمة because there is a problem with شاولا شاك كاين problem في الحمام سباحة شا hot water هيدي water hot شوف الاش كي كتبتها hot water at the pool and how was your شاقالة متايا weekend نيشان your week and هيا قالها رشيد it was fine a football match with نيشان a football match مع with my mates مع صحابي on Friday morning as usual and judo training in the afternoon نتمنى وليداتي كو فهمتوا معايا وقريتوا معايا وإلى درس مقبل أو تمارين مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.